لكن كل واحد يصلي بالطريقة اللي هو بيعرفها، هي كلها يعني مقبولة عند السيد المسيح، مقبولة. ولكن هذه مترجمة من اللغة الأرامية. طيب، نطلب من الجميع أن يقفوا للصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا غفرنا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. فضل السرير. مساء الخير جميعا، نرحب بالجميع في هذه الأمسية المباركة. نشكر السيد المسيح له كل المجد الذي يعطينا هذه الفرص الثمينة والقيمة جدا أن نكون ملتفين حول كلمته التي هي فيها الحياة الأبدية والخلاص التام والكامل. نشكر على نعمه، على محبته، على مراحمه، على غفرانه للبشرية جمعاء، وخصوصا لكل إنسان مؤمن بالرب يسوع المسيح. أرحب بكم مرة ثانية أحبائي، وأنا أشكر الرب من كل قلبي لهذه الفرصة التي أتاحها لي. أنا العبد البطال، اسمي أسقف مارماري عمانوئيل، لأني أرى أوجه صار لي زمان ما شايفهم، فأشكر الرب من أجل هذه الفرصة القيمة والثمينة. اليوم أحبائي سوف نتكلم مع بعضنا البعض قصة حدثت في الواقع، وهي قصة صيام أهل نينوى، أو المعروف أيضا بصوم يونان النبي. وسوف نأخذ من الناحية التاريخية بعض المعلومات البسيطة جدا، وثم سوف ندخل في مفهوم الصوم الحقيقي، وما معنى أنه الإنسان لابد أن يصوم، ما فائدة الصوم له. أحبائي، صوم أهل نينوى وأهمية الصوم، إذا أردنا أن نعطي هذه الأمسية عنوان فسوف نعطيها صيام أهل نينوى وأهمية الصوم. صوم أهل نينوى أو صوم يونان النبي هو من أحد الأصوام الكبار في الكنيسة، بالرغم من أنه قصير بالنسبة للمدة، إذ يكون
فقط لمدة 3 أيام، ولكنه يحسب من الأصوام الكبيرة والمميزة في الكنيسة المقدسة الجامعة. صوم أهل نينوى في طقس كنيسة المشرق يأتي ب3 أسابيع قبل بداء الصوم الكبير. ب3 أسابيع نبدأ في الصوم الذي يسمى باللغة الآرامية باعوثة نينواية أو صوم أهل نينوى، دائما يبدأ بيوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويوم الأربعاء نقوم باحتفال مراسيم القداس الإلهي، وبعد ذلك يأتي يوم الخميس الذي نسميه يوم الشكر، لأنه رجع الله من القصاص الذي كان سوف يعطيه أو يلقنه لأهل نينوى، ولكن لأنهم رجعوا من طريقهم فلذلك رفع يده عنهم، ولذلك يوم الخميس هو يوم الشكر. هناك شقان لهذا الصوم في تاريخ الشعب الآشوري، ونحن نعلم أن أهل نينوى الآشوريون كانوا هم ساكنوا هذه المدينة العظمى كما ورد في الكتاب المقدس، ولذلك في الكنيسة المشرق وللشعب الآشوري هذا اليوم هو عظيم جدا، وأيضا لأحبائنا وأشقتنا يعني في هذا الإيمان الشعب الكلداني. وأيضا صوم نينوى هو أيضا موجود في كنيسة أحبائنا وأشقائنا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ولكن هناك شقان لهذا الصوم في تاريخ الشعب الآشوري بالذات. الشق الأول هو قبل الميلاد، والشق الثاني هو بعد الميلاد. نمضي بسرعة عن هذين الشقين. أولا، مدون هو في سفر يونان بحوالي القرن الثامن قبل الميلاد في أيام الملك سرحدون الثاني الذي هو كان ملك لمدينة نينوى، ملك سرحدون الثاني، وكان أيضا ملقبا باللغة اليونانية سردانا أو سردانابولس، وكان ملك آشور في نينوى ملك سرحدون الثاني بحوالي القرن كما قلنا الثامن قبل الميلاد. الشق الثاني هو في مدن نينوى وأربيل وكركوك، وكركوك أيضا تعرف بالاسم بثقرمي باللغة الآرامية أو كرخة بثسلوخ باللغة الآرامية. في مدن نينوى وأربيل وكركوك وقع مرض الطاعون في أيام المطران مار سوريشو، مطران بثقرمي أو مطران كركوك، واستمر هذا مرض الطاعون لمدة حوالي 12 عاما، ومات الكثير من الشعب الذين كانوا يعيشون في هذه المدن. وهذه الأحداث حصلت في نهاية القرن السادس الميلادي كما ذكر الكثير من المؤرخين في أيام الملك الفارسي خسرو الأول حوالي سنة 568 ميلاديا إلى حوالي سنة 580 تقريبا في أيام الملك الفارسي هرمز الرابع. وفي أيام المطران مرسو ريشو بإعلان من السماء عن طريق ملاك الرب يسوع المسيح قال لهذا المطران القديس مرسو ريشو إنه الطريقة الوحيدة أن تتخلص من هذا المرض، من مرض الطاعون، وأن ينجو شعبك ورعيتك أن تقوم بصلاة وأصوام كثيرة كيما يرفع الرب غضبه عن هذه المدن. وليس فقط في أيام هذا المطران مرسو ريشو، ولكن أيضا في أيام البطرك، بطرك كنيسة المشرق مار يوسف، وأيضا البطرك مار حسقيال من سنة 567 إلى 582 ميلاديا. هذا الصوم دعي ووضع كطقس في كنيسة المشرق منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، يعني من حوالي هذا صوم أهل نينوى وهو طقس يعود إلى نهاية القرن السادس الميلادي. الطقس الموضوع في كنيسة المشرق
وفي كتاب الصلاة الذي يسمى بالحضرة أو خضرة، وكلمة حضرة أو خضرة هي كلمة أرامية سريانية تعني الشيء الذي يدور، الدائرة. خضرة معناتها الدوران أو الدائرة. وكتاب الصلاة سمي بالدائرة أو الدوران لأنه هو صلاة كل أيام السنة، 365 يوم هذا الكتاب يدور في كل أيام السنة بالصلوات والتضرعات للسيد المسيح. وضع هذا الطقس في كتاب الصلاة الخضرة بطريقتين. لما نرى في صيام أهل نينوى، وأنا أعلم أن بعض أحبائنا صاموا هذا الصوم already ومضى، ولكن الذين يسلكون في التقويم القديم سوف يأتي إن شاء الله في 22 من هذا الشهر القائم، ويوم الاثنين 22 بالشهر، والثلاثاء 23، والأربعاء 24 اللي نقوم بالقداس الإلهي. في هذه الثلاثة أيام الطقس الموضوع في كتاب الصلاة نقدر نعطيه جانبين. الجانب الأول هو مركز ومكون من ما نسميه باللغة الآرامية، واعذروني أنا أستخدم مصطلحات آرامية، ويمكن هذا الشيء أيضا إيجابي حتى تتعلمون أيضا بعض الكلمات الآرامية. فالشق الأول من الطقس الموضوع لصيام أهل نينوى هو ما نسميه بالممرة. ممرة هي كلمة آرامية تعني قصائد أو أيضا قراءات في نفس الوقت. ممرة تعني قصائد أو أيضا أناشيد وأيضا قراءات. ميامير باللغة العربية، ميامير. فهذه الكلمة هي آرامية بالأصل. فممرة تعني قراءات، هذا الجانب الأول. والجانب الثاني هو الصلاة الطقسية لصيام أهل نينوى. فجزء هو قراءات والجزء الآخر هو صلوات. إذا نظرنا للقراءات الموجودة في هذا الطقس سوف نرى اسمان اثنان من آباء الكنيسة المشهورين جدا 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 في تاريخ كنيسة المشرق، وأولهم هو القديس مار أفرام السرياني. القديس مار أفرام السرياني الذي عاش من سنة 306 ميلاديا إلى سنة 373 ميلاديا في القرن الرابع الميلادي، هذا القديس حصل على رتبة الشماس ووقف عندها وقال أنا غير مستحق أن أرتفع أكثر من هذه الرتبة لأني إنسان خاطئ. ولكن إذا قرأنا في تاريخ حياته هو ليس إلا قديس عظيم، ولحد هذا اليوم الناس يدرسون قراءاته ويأخذون درجات أو شهادات لاهوتية عليا في كتابات هذا القديس العظيم اللي هو مار أفرام السرياني. هذه القراءات الموجودة في طقس صيام أهل نينوى معظمها مكتوبة بالقديس مار أفرام السرياني، وأيضا بعض القراءات مكتوبة بقديس آخر لحق مار أفرام في القرن الخامس وهو مار نرسي الملقب بكنارة الروح القدس. مار نرسي كنارة دروخة أو كنارة الروح، لأنه كلماته كتاباته هي عبارة عن قيثارة تعزف للروح القدس، فلذلك لقب بهذا الاسم مار نرسي اللي عاش من سنة 399 إلى 502 ميلاديا، يعني كان عمره 103 سنوات. فمار أفرام السرياني ومار نرسي هم اللي وضعوا القراءات اللي موجودة في كتاب الحضرة، كتاب الصلاة لصيام أهل نينوى. وبعد ذلك نرى يوجد طقس الصلاة، صلاة الصوم، وهي أتيت بواسطة الراهب مار يقيرة الذي كان راهبا في دير مار إيليا قريب من الموصل أو نينوى في شمال العراق في قوارب القرن الثاني عشر والثالث عشر،
وهذا الطقس للصلاة وضع منذ القرن الثاني عشر والثالث عشر وإلى يومنا هذا بواسطة الراهب ماريا قيرا الذي كان راهبا في دير مار إيليا قريب من الموصل في شمال العراق. هذه بس نبذة صغيرة جدا عن تاريخ صيام أهل نينوى أو هذا الطقس اللي وضعناه الموجود في الكنيسة من أين أتى وكيف أتى. الآن أريد أن أتكلم معكم أحبائي عن هذا الصوم. ماذا نتعلم الدرس الذي نأخذه من صيام أهل نينوى ومن سفر يونان النبي الذي هو أحد أنبياء العهد القديم ومن الأنبياء الصغار حسب السفر أو حجم السفر الذي هو عبارة عن أربعة أصحاحات فقط، فلذلك هو أحد الأنبياء الصغار حسب حجم السفر. يونان النبي عاش ما يقارب 100 عام وخدم الرب الإله أو إله إسرائيل لعشرات السنين، ولكن يونان النبي يتميز بصفة جميلة جدا، أنه هو النبي الوحيد الذي هو النبي الوحيد السيد المسيح الذي شبه نفسه به من دون باقي الأنبياء. يونان النبي هو النبي الوحيد اللي السيد المسيح شبه نفسه به، وعندما قال تلاحظون هذا الشيء في متي 12:41 ولوقا بالأخص 11:30 قال وكما كان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا سوف يكون ابن الإنسان في جوف الأرض. يعني يونان النبي لماذا السيد المسيح شبه نفسه به؟ لأنه قصة يونان، وبصراحة سفر يونان لا يتكلم عن نبوءات أكثر مما يتكلم عن نفسه هو يونان النبي، يعني مختلف عن باقي الأنبياء. أنبياء العهد القديم الباقين هم يعطون نبوءات ماذا سوف يحصل في المستقبل، أما يونان النبي فهو يتكلم عن قصة حياته اللي هو عاش وعاشرة فكتب ودون ماذا حدث لنفسه، فهي أكثر تكلماً عن نفسه من نبوءة لشيء سوف يحصل في المستقبل. ولكن مع ذلك يشير هذا الشيء إلى السيد المسيح من ناحية الصليب والدفن والقيامة. كما دخل يونان في جوف الحوت دخل السيد المسيح في جوف الأرض، وخرج يونان، ولكن يونان دخل في جوف الحوت ولكنه لم يكن ميتاً، بل صلى من جوف الحوت وتضرع إلى إله إسرائيل أن يخلصه. هكذا دخل السيد المسيح إلى القبر ولكنه لم يكن ميتاً، بل ذهب وكرز للأرواح التي كانت تنتظر خلاص المسيح في الهاوية، ذهب وأخرجهم من هناك. وبعد 3 أيام خرج يونان كاملاً متكاملاً، هكذا خرج السيد المسيح من القبر وقام بقيامته المجيدة وهو حي إلى أبد الآبدين، آمين. فقصة يونان التي رمز إليها السيد المسيح هي ترمز إلى الصليب والدفن والقيامة. صوم يونان هو 3 أيام، وهنا نتعلم 3 دروس من 3 أيام. لكل يوم درس. الدرس الأول هو المخافة، الدرس الثاني هو الطاعة، الدرس الثالث هو التوبة. أقولها ثانية، الدرس الأول هو المخافة، الدرس الثاني هو الطاعة، والدرس الثالث هو التوبة. هذه الكلمات هي تشكل المقياس الذي نقيس عليه إذا كنا سالكين في الطريق الصواب أم الخاطئ. إذا نريد أن نعرف أين نحن ماشين في حياتنا الروحية، هل إحنا ماشين صح أو غلط، هل إحنا نتبع على خطوات السيد المسيح، إذا نريد أن نعرف إذا كنا سالكين في طريق المسيح، فلا بد أن نرى هل توجد فينا المخافة،
هل توجد فينا الطاعة؟ هل توجد فينا التوبة؟ إذا وجدت هذه الثلاثة كونوا على ثقة أنكم سالكون في طريق المسيح. المخافة كما وردت في سفر المزامير 111 الآية 10، رأس الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس. رأس الحكمة هي مخافة الرب. وأيضا في أمثال 19، رأس الحكمة مخافة الرب. إذا الإنسان عنده مخافة الله في قلبه، راح يكون يسوع دائما حاضر في حياته. إذا الإنسان عنده مخافة الله في قلبه، راح يكون السيد المسيح دائما واقف أمامه. يوسف البار لما وضع في هذا المكان اللي اختبر فيه وكان يكود أن يسقط في الخطيئة، ولكن قال: كيف أفعل هذا الشر والرب واقف قدامي؟ كيف أفعل هذا الشر أمام الله؟ بحيث في أيام يوسف البار الشريعة لم تكن معطاة بعد، ولم يقل الرب لا تخطئ، ولكن يوسف البار كان عنده مخافة الله. الإنسان اللي عنده مخافة الله قبل أن يفعل شيء راح يتذكر أنه الله موجود، الله عم بيشوفه، والله معه وين بيروح. المشكلة ليش الإنسان بيغلط؟ لأنه الإنسان بيغلط لسبب واحد، لأنه ينسى. لماذا أكل أبونا آدم من الشجرة التي قال له الرب الإله أن لا يأكل منها؟ لأنه نسى وجود وحضرة الله معه. مبين مخافة الله ما كانت راسخة بقوة وبعمق في قلب أبونا آدم. الإنسان اللي ما بيخاف الله هو قادر أن يفعل كل شيء سيء ورديء. لا تستغربوا أحبائي لما تشوفوا ناس بيروحوا بيقتلوا ناس تانين، بيفجروا أنفسهم، أو بيأذوا أناس ما عاملين ولا شيء. ليش كل هذا الظلم؟ ليش كل هذه القسوة؟ ليش كل هذا العنف؟ لأنه لا توجد مخافة الله في قلوب هؤلاء الناس. مخافة الله أحبائي تجعل الإنسان أن يكون دائما يقظ. والرب يسوع قال: اسهروا وصلوا ولا تناموا، لئلا يأتي الشرير ويزرع بذرة الشر في قلوبكم ويبعدكم عن طريق الله. الإنسان الذي له مخافة الله هو إنسان متيقظ، هو كالحكيمات العذارة الحكيمات. هو إنسان مثل العذارة الحكيمات، مستيقظات وحاضرات دائما لاستقبال العريس. مخافة الله هي رأس الحكمة. مخافة الله رأس الحكمة معناته هي بداية الطريق، أو هو الأساس الذي نبني عليه حياتنا الروحية. هو الأساس الذي نبني عليه حياتنا الروحية. الطاعة في سموئيل الأول الأصحاح 15 وآية 22 يقول: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة. هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة. قبل أن تقدم قرابينك لربك وإلهك، قبل أن تذهب إلى الكنيسة وتحضر القداس الإلهي، هل أنت عايش حياة الطاعة؟ في ناس رايحين للكنيسة كل أيام حياتهم، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، ويمكن 70 سنة، وما تغيروا أبداً وما عرفوا المسيح نهائياً. ليش؟ لأن كل القرابين اللي عملوها وكل الذبيحة الإلهية والقداديس اللي حضروها
كانت كلها باطلة لأن لم تكن هناك طاعة المسيح في قلوبهم وفي أذهانهم. الطاعة هو الاستماع أفضل من الذبيحة. الرب يسوع قبل أن تقدم قربانك له، قدم له قلبك وذهنك وعقلك ونفسك وروحك وكل كيانك، وقل له: يا يسوع، أنا لتكن مشيئتك لا مشيئتي، أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيي. لا أريد أن أكون كما أنا أريد، ولكن كما يسوع يريد. الطاعة أحبائي، طاعة السيد المسيح لأبيه السماوي، جعلت من المحبة الإلهية أن تخرج حياة من الموت وقيامة من القبر. طاعة المسيح لأبيه السماوي جعلت من المحبة الإلهية أن تخرج من الموت حياة ومن القبر قيامة. السيد المسيح كيف كان يقدر أن يعمل كل هذه المعجزات والآيات؟ مش لأنه هو الله الحاضر في الجسد، لا، ولكن هو كان ماشي حسب قانون الله. كإنسان كان ماشي حسب قانون الله، والله بنفسه لا يستطيع أن يخالف نفسه. القانون الذي يضعه لا يستطيع أن يكسره. الله غير متغير. ولكن كيف استطاع السيد المسيح أن يقيم الموتى ويشفي كل أنواع الأمراض، إذا كانت جسدية، نفسية أو روحية؟ بإطاعته لأبيه السماوي استطاع أن يفعل كل هذه الآيات والمعجزات. إذا قدرنا أن نطيع الله كما يسوع أطاع أبيه، فسوف نحن أيضا نقيم الأموات ونشفي جميع الأمراض. لأنه إذا كانت إرادة الإنسان متماشية مع إرادة الله، الكلام اللي أقوله هو ده يقوله السيد المسيح. لذلك أحبائي، إذا جبنا 2 أشخاص وقلنا لهم: صلوا أبانا الصلاة الربانية على إنسان مريض، بيجي حدا وبيصلي صلاة ربانية باسم يسوع المسيح على هذا المريض، ما بيصير ولا شيء. وبيجي الشخص الثاني وبيصلي نفس الصلاة ونفس الكلام على هذا المريض ويشفى هذا المريض في الوقت، ماذا جرى هنا؟ الأولى أحبائي، هذا الإنسان صلاها بنفسه لوحده، أما الثانية فهو صلاها ويسوع معه. وعندما يقول المسيح الأمور تتغير. لما السيد المسيح بيتكلم الظلام بيصير نور، والدمعة تتغير إلى فرح، والتيهان والضيعان إلى ابن البيت موجود في حضرة أبيه السماوي. كلمة يسوع هي فاعلة وفعالة في كل شيء أحبائي. إذا أطعنا المسيح سوف يعطينا كلمته المحيية أن نعيش فيها ونتكلم فيها ونصنع كل المعجزات. لما أقول كلمة راح تصير، لأنه حاشا أنه المسيح يقول كلمة وبتصير. بس إمتى راح نحس ونشعر ونعيش بقوة المسيح؟ لما نكون مطيعين له أحبائي. الطاعة أفضل من الذبيحة. قبل أن تقدم القربان قدم طاعة للمسيح. قل له: يا يسوع، أنا أريد أن أعيش في هذه الدنيا كما أنت تشاء لا كما أنا أشاء. الطاعة أحبائي أيضا هي الوصية، هي المشورة، وهي الإرشاد الروحي. على ابن الطاعة تحل البركة، صح؟ هي الوصية، هي المشورة، هي الإرشاد الروحي. الأولاد لما بيطيعوا أهل ما راح يخسروا، والابن لما بيطيع بيه ما راح يخسر، والعامل لما بيطيع رئيسه ما راح يخسر. أحبائي، الطاعة هي شرط أساسي في حياتنا المسيحية والروحية. الإنسان اللي ما بيكون مطيع، تعرفوا شو بيصير في حياته؟ صلى يونان في سفر يونان 2:8، صلى يونان وقال: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم،
يونان 2:8 الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. الإنسان غير المطيع يترك نعمته ويخسر نعمته. أحبائي، ماذا يقصد يونان النبي الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم؟ مثل بسيط نراه في طفل صغير، ومفهوم هذه الآية هو من خلال هذا الطفل الصغير. إذا جبنا طفل صغير وبنعطيه سلسلة ذهب، راح يمسكها بإيده وبيلعب بيها، ويمكن راح يرميها بكل سهولة ويضيعها. ولكن من خوفنا على هذه السلسلة بدنا ناخذنا من إيد هذا الطفل، فشو نعمل؟ بنطلع له شوكولاتاية شوكولت، بنقول له حبيبي هذه الشوكولاتاية لإلك واعطيني هذه السلسلة الذهب. راح ياخذ الشوكولاتاية وراح يثمن الشوكولاتاية أكثر من الذهب المثمن. ليش؟ لأنه الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. وإحنا مثل هذا الطفل الصغير بنغير النعمة اللي أعطانا إياها السيد المسيح بخرنوب الخنازير، وبنفضل حقل الخنازير عن بيت أبينا اللي إحنا عيشنا فيه كملوك، وبنجي بنقول له ما بدنا هذه العيشة، هذه العيشة ما بتسوى ما بتنفع، أنا وكأني مخنوق في بيت بيي، مع العلم أنه أنا عايش في عز وغنى ورفاهية ومجد وحرية وحياة، ولكن أنا أفضل أن أكون مع رفقائي في الشارع وفي الزوايا المظلمة وفي شهوات هذا العالم في حقل الخنازير. بدلنا الذهب بشوكولاتايا، وبدلنا ملكوت أبانا السماوي بحقل الخنزير، بفترة قصيرة جدا من هذه الحياة الفانية الزائلة أردنا أن نتمتع فيها أكثر من التمتع في الحياة الأبدية والراحة الأبدية. الإنسان الذي يطيع ينجي نفسه ويقتني هذه النعمة المعطاة مجانا، وهي يسوع المصلوب، حياة أبدية معطاة لك يا عزيزي. والدرس الثالث هو التوبة. قلنا مخافة الله، طاعة الله، والتوبة أمام الله. لكي يصل الإنسان إلى التوبة لابد أن يعيش الدرسين الأولين، وهو المخافة والطاعة. استحالة للإنسان أن يعيش حياة التوبة بدون أن أولاً ذاق وعاش حياة المخافة وحياة الطاعة. إذا ما عندي مخافة الله، أي إذا أنا ما عم بحس إنه الله موجود معي في كل مكان، إذا ما عم أتذكر الله في كل مكان أروح له، إذا ما عم أشعر إنه الله هو واقف أمامي وناظر لكل شيء أنا فاعله تحت السماء، إذا ما عندي هذا المفهوم، إذا ما عندي هذا الإدراك، وأيضاً إن لم تكن لي الطاعة، أي الطاعة لن تأتي إلا إذا كان عندي مخافة الله، لأن مخافة الله تولد في طاعة لكلمة الله. وإذا عشت هاتان الاثنان سوف أعيش حياة التوبة، لأنه بمخافتي لله وبطاعتي لكلمة الله سوف أعلم شيئا يقينا، إني أنا الإنسان الشقي الضعيف الرماد، أنا لا شيء. لذلك حياة التوبة تحتاج إلى ماذا؟ أن الإنسان يتذلل أمام الله، أن الإنسان يتضع أمام الله، كما قال طوبى لمن يتضع هو الذي سوف يرفع. أحبائي، وفي يوئيل النبي الإصحاح الثاني من آية 28 يقول الرب الإله، يوئيل الإصحاح الثاني 28، في نهاية الأزمنة سوف أسكب روحي ويتنبؤون أبناءكم وبناتكم. قال سوف أسكب روحي، سكيب الروح أحبائي
سكيب الروح، كلمة السكيب هي تطلق للماء. الروح القدس مشبه بالماء أحبائي. لماذا؟ لأن الماء يعمل شيء واحد فقط، هو أن ينزل. بحياتكم شايفين ماء يصعد لفوق إلا بالماطور يدفعه، بس الماء بحد ذاته لا يستطيع أن يصعد إلى فوق، يستطيع فقط أن ينزل. والله هو روح، والله بروحه لا يستطيع أن يصعد، لأنه لا يوجد أحد فوقه، هو فوق الكل وضابط الكل والقادر على الكل. لذلك الله لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا واحدا، وهو النزول بروحه القدوس، أن ينزل عليك ويملأك أيها الإنسان. والله ما راح ينزل في شخص إلا إذا هذا الشخص اتضع أمامه. الله لا يسكن في أناس يتفاخرون بأنفسهم، وأناس متكبرين ويرون أنهم أفضل من آخرين. السيد المسيح يحب الإنسان عندما يكون متضع، ولكن هذا الاتضاع لا يأتي إلا بالتوبة، والتوبة لن تأتي إلا إذا كانت لك طاعة لكلمة الله ومخافة لله القدوس. آنذاك سوف تعلم بأنك لا شيء، وهذا سوف يجعلك أن تعيش كل حياتك عن عبارة، سوف تكون عبارة عن حياة توبة. ارحمني أنا الخاطئ، راح تكرر هذا الكلام كل أيام حياتك. لا تفتخر وتقول أنا قديس وأنا هيك وأنا هيك وأنا عملت وأنا صليت وأنا شفيت الإنسان وأنا كرزت وجبت ناس للمسيح وأنا بنيت كنائس وأنا وأنا وأنا. أنت حبيبي لا شيء، مهما عملتم فقولوا نحن عبيد بطالين، مهما عملتم فقولوا نحن عبيد بطالين. حياة التوبة، التوبة أحبائي هو أن تغير مشوار حياتك ومسيرة حياتك وطريق حياتك. التوبة هو أنه كنت سالك في طريق والآن وقفت عن هذا الطريق وسلكت في عكس الاتجاه، هذا هو التوبة. قبل كنت أقول كلام سيء ورديء، أما الآن فكلامي هو كل طلبات وتضرعات وتشفعات وصلوات، كلام بناء، كلام صالح، كلام جيد جميل. أغير اتجاهي كليا، أمشي عكس الاتجاه. إذا احنا بعدنا ماشيين في شهوات هذا العالم، إذا احنا بعدنا سالكين كما أهل هذا العالم هم سالكون، فنحن بعد لم نعش حياة التوبة أحبائي، ما زلنا لم نسلك خطوة واحدة في حياة التوبة. لحتى نوصل للكمال هي أربع خطوات. الخطوة الأولى هي التوبة، والخطوة الثانية هو البر، والخطوة الثالثة هي القداسة، والخطوة الرابعة والأخيرة حتى نوصل إلى أبونا السماوي هي الكمال، كما قال السيد المسيح في متى 5:48 الآية الأخيرة من إصحاح الخامس لمتى الكارز، قال كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فالوصول لله يحتاج إلى الكمال، أما بداية الطريق فهو التوبة. إذا إحنا لحد هلأ ما سالكين في التوبة، أنت رح نوصل للكمال أحبائي. صيام أهل نينوى 3 أيام تعلمك أن تخاف الله، أن تطيع الله، وأن تتوب أمام الله. يونان النبي ما عمل ولا واحدة من هدول. إجا الرب الإله قال له يونان، قال له نعم يا رب، قال أريدك أن تذهب إلى أهل نينوى وتقول لهم أن يتوبوا، وإلا رح أقلب البلد على راسهم. قال له حاضر يا سيد. وبعدين شو عمل يونان؟ هل كان عنده مخافة الله؟ لا. هل كان عنده طاعة الله؟ لا. شو عمل؟ راح لوين؟ لترشيش، أسبانيا، عكس الاتجاه. لو كان عنده مخافة الله كان عرف أنه وين ما يروح الله موجود حاضر، لأنه مخافة الله تخليك تحس بوجوده أينما وجدت. بس تعرف شو بيصير لما الإنسان يهرب من الله؟
اقروا الإصحاح الأول من بداية الآية الأولى سفر يونان. يقول: فنزل يونان ليذهب إلى ترشيش، وبعدين لقى ناس عند الميناء فنزل إلى هذا المكان، وثم نزل في القارب. يعني كل نزول في نزول في نزول في نزول. الإنسان اللي يبعد عن الله ويسلك في طريق عكس اتجاه الله، حياته راح تكون عبارة عن نزول، والنزول هو شو يرمز للسقوط، للفشل. الإنسان اللي يخالف كلمة الله، الإنسان اللي يمشي بعيد عن الله، 100% سوف يفشل في حياته، 100%. ولكن امتى حس يونان بغلطه؟ لما أعدل له الله الحوت الكبير اللي ابتلع يونان، وبقى في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. قال: الآن لا يوجد من معين سواك يا إلهي. أنا فهمت الآن أنه كنت إنسان ضعيف وتائه، ولم أفهم معنى كلامك ومعنى محبتك ومعنى رحمتك إلى أن وضعتني في المكان المظلم المعتم. هل حسيت بطعم الحياة وبطعم محبة الله لي؟ تعرفوا ليش؟ بالرغم من أنه يونان قام ضد كلمة الله وضد إرادة الله وذهب عكس اتجاه الله، ولكن مع ذلك رحمة الله لم تفارقه ولو للحظة واحدة. لو لم يكن الله عد هذا الحوت لما ابتلعه البحر وكان مات يونان، ولم يكتب ولا شيء من سفره، لأنه لما أرقوا به في البحر كان غرق ومات، وما كنا نعرف مين يونان وشو قصة حياته وشو صار بأهل نينوى. ولكن رحمة الله هي دائما تتبعنا حتى ولو نحن بعد خطاة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، كي لا يهلك من يؤمن به، كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. كلمة هكذا، هكذا معناته مثل ما هو العالم، في خطيته، في شره، في ظلمته، أحبوا الله. احنا بنكسر الوصية، ولكن رحمته دائما هي تتبعنا وتحاول أن تنجينا وتخلصنا. أعد الله هذا الحوت حتى لما يرموا يونان من القارب الحوت يكون مستعد. ولكن هذا الدرس علم يونان أن الحوت كان أحسن منه، لأن الحوت أطاع الله أكثر من يونان. وهذا درس صعب شوية الإنسان يتعلمه، أن الحيوان يفوق الإنسان في الطاعة. ولما الله قال للحوت اذهب خاف، قال: نعم سيدي. ذهب الحوت. ولما قال تأخذ يونان وتبتلع يونان ولا تفتح فاك مرة ثانية حتى لا يدخل المي، أنا بدي يكون شوية هواء حتى يتنفس يونان، قال: حاضر سيدي. ولما قال له الآن أخرج يونان إلى اليابسة، قال: حاضر سيدي. مخافة في طاعة طوال المشوار. أهمية الصوم أحبائي، لازم نعرف شيء واحد: توجد أشياء في حياتنا ما نستطيع أن نوصل لها، ما نستطيع أن نغيرها، ما نستطيع أن نكون قادرين عليها أو نتسلط عليها إلا من خلال الصوم فقط. هناك أشياء ما راح تصير إلا إذا صمنا. طبعاً واحد من أعدائنا الكبار هو الشيطان. شوفوا هون، الشيطان وجنوده الأرواح الشريرة. يقول وأعلن الكتاب هذه العداوة في قوله: فقال الرب الإله للحية: وأضع عداوة بينك وبين بينك وبين المرأة وبين نسل وبين نسلك ونسلها. تكوين 3:15. مين وضع العداوة بين الشيطان والإنسان؟ الله. وأضع، أي الله، عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. كما يوصينا القديس يعقوب أيضا، يقول في يعقوب 4:4: قاوموا إبليس فيهرب منكم، قاوموا إبليس فيهرب منكم.
يوم من الأيام السيد المسيح كان نازل من على الجبل، وكان معه تلاميذه من بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا، وهم نازلين من الجبل شاف ناس دائرين حوالين تلاميذه الباقين وعم بيناقشوا بيجادلوا مع بعض مع تلاميذ السيد المسيح. هذه تجدوها في مرقس 9:28. فأتى السيد المسيح قال شو القصة؟ شو عم بيصيروا؟ ليش عم تتجادلوا مع تلاميذي؟ قال يا سيد احنا جبنا هذا الإنسان اللي بيروح شرير وطلبنا من تلاميذك أن يصلوا له حتى يطلعوا يخرجوا هذا الروح الشرير منه، فصلوا وما قدروا يطلعوا الروح الشرير. فالسيد المسيح التفت للتلاميذ وقال إلى متى أكون معكم يا قليلي الإيمان؟ إلى متى أكون معكم؟ يعني اتعلموا وافهموا أحبائي، لأنه وقتي قصير، أنا ما عندي بس 3 سنين على الأرض لازم أروح، فلازم تفهموا تلاميذي إلى متى أكون معكم؟ ما عندي كل الوقت حتى أكون معكم. بس شو قال السيد المسيح للتلاميذ؟ ليش لم يستطيعوا أن يخرجوا هذا الروح النجس؟ لأنه لما السيد المسيح التفت إلى هذا الإنسان المصاب بهذا الروح الشرير، بس كلمة واحدة من السيد المسيح طلع مثل الطلقة هذا الروح الشرير أو النجس. فالتلاميذ سألوا السيد المسيح قال طيب احنا ليه ما قدرناش نخرج هذا الروح يا سيدنا؟ احنا بقى نصلي بساعات ونقول يا روح يا شرير باسم يسوع الناصري اخرج، وهو عم بيمزح وعم بيضحك وعم بيستهزئ فينا. قال هذا النوع لا يخرج الا بالصلاة، هذا النوع لا يخرج الا بالصلاة والصوم. انتوا وصلتوا نصف الطريق، أنتوا صليتوا ولكن لم تصوموا، لذلك لم تقدروا أن تخرجوا هذا الروح النجس. في أشياء ما راح تقدر عليها إلا إذا صمت، مهما صليت ومهما رحت وجيت وحضرت قداديس ما راح تقدر عليها، ولكن بالصوم راح تغير كثير أشياء في حياتك عزيزي. صدقوني الصوم لما الإنسان يصوم عن جد بإيمان صادق وبقلب نقي، صدقوني رح يفتح طريق كبير وواسع جدا بينه وبين السماء. طبعا والصلة رح تكون يعني قوية جدا 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 جدا، وكأنه لما أنت تتكلم الرب هو الذي يتكلم. الصوم يجعل الإنسان أن يكون فارغ كيما يمتلئ بالمسيح. الصوم هو هدية عظيمة جدا من السيد المسيح للإنسان. ونلاحظ أيضا في الكتاب المقدس كل أنبياء العهد القديم صام، وحتى السيد المسيح صام. وأصلا من قبل أن يبدأ السيد المسيح بكراسته على الأرض، العمل الأول الذي قام به السيد المسيح هو الصوم. بعد الصوم اختار التلاميذ وبشر. بدون الصوم ما كان راح يقدر. أنا دا أحكي كإنسان، ما كان راح يقدر. في أشياء الصوم يستطيع أن يغيرها. لذلك أحبائي الصوم مهم جدا في حياتنا الروحية. هذا النوع لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. إذا صليت فقط الشيطان راح يضحك فيك، بس إذا كنت صايم وعم بتصلي بس تقول كلمة واحدة أصلاً قبل ما تقول، بس وجودك في المكان الشيطان راح يهرب، لأنه راح يشوف المسيح حاضر. لأن المسيح حياته على الأرض شو كانت؟ صوم وصلاة. يعني لما الكتاب المقدس يذكر أنه يقول وكل واحد مضى إلى بيته، وأما السيد المسيح فمضى إلى جبل الزيتون وقضى كل الليل مصليا إلى أبيه. يعني لما السيد المسيح كان عم بيصلي كل الليل في جبل الزيتون شو كان عم بيعمل؟ أيضا كان عم بيصوم، لأنه ما كان عم بيأكل، كان عم بيصلي، بس صلاته كانت طعامه، بس ما كان عم يأكل طعام أرضي مادي، عاش بالروح في الجسد. ليش الشيطان
بيهرب من الإنسان اللي بيصوم بيصلي في حياته. ليش؟ ليش التلاميذ قال السيد المسيح ما تقدروا تخرجوا هذا الروح الشرير إلا بالصوم والصلاة؟ أحبائي، الصوم هو حياة الروح، والطعام ما هو؟ حياة الجسد. أنا ما راح أعتقد راح يكون عندنا وقت حتى نكمل كل القصة، ولكن راح أعطيكم بس نبذة عن ماذا أريد أن أوصل لكم أحبائي. في فيليبي 3:19، في فيليبي 3:19 يقول بولس الرسول: الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم. إذا لا تستطيع أن تضبط بطنك وتسيطر على بطنك، كيف تستطيع أن تسيطر على شيطانك؟ إذا ما تقدر تسيطر على بطنك تقدر تسيطر على شيطان؟ لا، الشيطان راح يحكم عليك حبيبي مهما صليت. لذلك بولس الرسول أيضا قال في كورنثس الأولى 9:27 قال: أقمع جسدي وأستعبده. الصوم هو تهذيب للجسد وليس تعذيب للجسد. الصوم هو تهذيب للجسد وليس تعذيب للجسد. هو تهذيب وليس تعذيب. ليش الشيطان بيخاف من الإنسان اللي بيصوم ويصلي؟ ليش؟ الشيطان قبل سقوطه كان ملاك، وكان من الطغمة العليا في الطغمات الملائكية اللي هي طغمة الكاروبين الممتلئ الأعين. الملاك بحد ذاته هو روح، وحياته هي عبارة عن صلاة وصوم. أكل الملاك، طعام الملاك هو الصلاة، ما عنده غير طعام. فلما الإنسان بيصوم هنا، أعطانا الله هذا الصوم حتى نتمثل بالملائكة السمائية، حتى نكون ملائكة على الأرض، كما قال أحد آباء الكنيسة لما خرج في مصر في برية شهيد، قال إني لما شاف الرهبان في البراري قال إني أرى أناس ملائكية وملائكة أرضية، إني أرى أناس ملائكية وملائكة أرضية. أنا عم بتشوفهم جزدانيين ماديين مثلي، ولكن حياتهم مثل الملائكة، لا أكل ولا شرب، ولكن تسبيح لله طول الوقت، وطعامهم الثابت هو الصلاة والانقطاع الكامل عن الأكل الأرضي. لما الإنسان بيعيش بالروح أكثر من الجسد سوف يغلب الشرير اللي هو الروح. ليش؟ لأنه نحن هنا نأخذ مكان الشيطان في السماء. الشيطان قبل كان ملاك، والملاك لا يأكل ولا يشرب ولكن يصلي دائما. إذا الإنسان صام وصلى أخذ مكان الشيطان فوق، فنحن أصبحنا فوق وهو هو تحت، فسوف ندوسه تحت أرجلنا باسم يسوع المسيح. أما إذا عشنا في الجسد فهو الذي يدوسنا تحت رجليه. لذلك أحبائي الصوم هو مهم وضروري جدا 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 جدا. طبعا الصوم اللي صامه سيد المسيح كان انقطاع كامل عن الطعام من شروق الشمس وإلى غروبه، ولم يأكل ولا لا شيء، ولكن في بعد غروب الشمس يعني كان طعامه في البرية هو أمور بسيطة جدا، نباتيات قليلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. بعض الناس يقولون وأين هي مكتوبة في الكتاب المقدس أنه لازم نصوم من اللحوميات والأمور، يعني الأمور اللي جاية من يعني الحيوان، المنتجات الحيوانية. يقولون أنه ما موجودة بالكتاب المقدس أنه لازم نصوم من اللحم ونكون نباتين. وين موجودة بالكتاب المقدس؟ هذه طقوس موجودة فقط في بعض الكنائس أو الطوائف المسيحية، ولكن هذا ليس تعليم الكتاب المقدس. اليوم أقول لكم أحبائي، لا، هو تعليم الكتاب المقدس. إذا درسناه بدقة راح نشوف أين هو موجود الصوم والانقطاع عن اللحوميات والالتصاق بالنباتيات. هذا الشيء نشوفه في بداية الكتاب المقدس في سفر التكوين في الإصحاح الأول. راح تلاحظون في اليوم الثالث، في اليوم الثالث يقول: أمر الرب الإله أن كل المياه تروح على جنب، وحط لهم تخب
وبعدين أمر لليابسة أن تظهر. ولما الأرض طلعت قال للأرض أن تنبت أولاً عشباً، ثانياً بقولاً، ثالثاً أشجار، وبعدين راح للمياه قال السمك، وللسماء قال الطير، وبعدين للأرض قال الحيوان، وبعدين بعد الحيوان قال لنأتي ننزل ونصنع الإنسان على شبهنا كمثالنا، وقال ولما رأى الإنسان قال هذا جيد جدا. هي سبع محطات من العشب إلى آدم، سبع محطات. إذا أخذنا الترين القطار من فيرفيلد للسيتي سبع محطات، لنقل هي سبع محطات، لنقل من فيرفيلد للسيتي. المحطة الأولى بفيرفيلد هو العشب، بعدين نروح للمرحلة المحطة الثانية البقول، المحطة الثالثة الأشجار، المحطة الرابعة السمك، المحطة الخامسة الطير، المحطة السادسة حيوان البرية، المحطة السابعة والأخيرة الإنسان نفسه. أقرب محطة للإنسان هو اللحم الحيوان، لذلك الإنسان يموت باللحوميات. يعني إذا عزمت إنسان وحطيت له بس عشب راح يطلع ويقول هذا الإنسان ما في أبخل منه. لك شو هالمخل حبيبي، لو كنت قلت لي أنا كنت اشتريت هذا الستيك واللحم جبت له أنا وعملت لك الباربيكيو، ما حط ولا شقفة لحماية قدامي، بس حط لي بقوليات وما بعرف شو، عم يضحك فيه هذا الشخص. الإنسان روحه عقله في اللحم، يشم ريحة اللحم الباربيكيو بينجن، يشوف الستيك يقول هلأ تمام هلأ عم بناكل حبيبي، هلأ هذا أكل. الرب الإله يريد يعلينا في الحياة الروحية، هذه كلها دروس روحية حبيبي. سيد المسيح أو الرب الإله في العهد القديم اللي هو سيد المسيح في العهد الجديد نفسه يريد يعلمنا ويعلينا في الحياة الروحية. قال للإنسان أنا أعرف إنه المحطة الأولى هي اللحوميات الحيوان حيوان البرية، لذلك أنت تحب اللحم لأنه أقرب شيء هو إلك، ولكن أريدك أنك تقترب أكثر وأكثر إلي، فأريدك أنه تتطور نفسك وتصعد للمرحلة الثانية أو المحطة الثانية. والمحطة الثانية بعد اللحوميات شو هي؟ السمك في الماء. السمك يعني أقل لحم من الحيوان ودسم. لما الإنسان يأكل سمك ولو هو لحم بس يقول يلا ماشي أحسن، شفيان شر مثل ما بيقولوا بالعراقي، أحسن من ماكو. السمك يعني محطة أقل من لحم الحيوان، بس هذه ترقية في الحياة الروحية. بعدين المحطة اللي بعد السمك طير السماء أقل لحوميات، بعدين بعد الطير ننزل إلى الأشجار، العشب البقل والشجر. من وين إجوا؟ من الأرض. أقرب شيء للأرض هو العشب، وأبعد شيء من الأرض هو الشجر. لما نوصل للشجر سيد المسيح يقول أخطي خطوة ثانية وأوصل للمحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها هي البقوليات، بالارتفاع بالقامة البقوليات أقل قامة من الشجر. ومهما عم ننزل وين لحتى نوصل للأرض؟ أقرب قامة للأرض اللي هي تلتصق في الأرض هو العشب. ومن هو الأرض؟ يوحنا 5 متي 5، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يرثون الأرض. من هو الأرض؟ السيد المسيح. أقرب شيء للأرض حتى أرث هذه الأرض هو العشب. آبائنا السواح والرهبان القديسين اللي عاشوا في البراري وفي شقوق الجبال طعامهم كان عبارة عن عشب أحبائي. ليش؟ لأنه أرادوا أن يلتصقوا في الأرض، لأنه الأرض هو ميراثهم الأبدي أي المسيح. أقرب محطة أنه تقمع هذا الجسد وتستعبده ولا تعطيه ما يشتهيه، ولكن
ابحث عن المسيح كيما ترثه إلى الأبد. وأقرب محطة هي العشب. نعم يوجد الصوم، صوم النباتيات في سفر التكوين الإصحاح الأول. لما الإنسان ينقطع عن الطعام كليا، طبعا أنا ماذا أقول إنه كلكم تروحون تصومون هلأ يوم كامل أو أسبوع كامل بعدين تهلكون وتقعون وترمون كل على مرماري، لا، كل واحد وحسب طاقته. ولكن لازم نهذب الجسد، لازم نعلم الجسد أنه كيف يعيش حياة روحية، ما يسلك مهما هو يشاء ويشتهيه. لازم نعلمه أنه يسلك بالحياة الروحية، ما نعطي كل شيء هو يريده، لا، لازم أهذبه وأعلمه. لذلك أحبائي لازم نرتقي بالحياة الروحية ونصعد لمستويات روحية عالية، والصوم يساعدنا بقوة فائقة جدا أن نصل لقامة عالية في الحياة الروحية. صدقوني الإنسان، صدقوني الصوم له منافع يعني كثيرة كثيرة جدا. واحدة من هاي المنافع اللي ننتفع فيها، أريد أسأل خاصة الأمهات الموجودين هون معنا، قديش بتضيعوا وقت باليوم تفكروا شو راح تطبخوا؟ الإنسان يجي بيقول أنا ما عندي وقت للمسيح، صدقني يا سيدنا أنا مشغول، وتعرف الحياة ومشغوليات ومسؤوليات، يعني ما في وقت. أنا يعني يا ريت لو كان عندي مجال أنه أقضي ساعة مع السيد المسيح، بس تعرف عم بنعيش في زمان صعب جدا جدا. ولكن نضيع 5 ساعات باليوم على الأقل في أمور، في أمور المطبخ. طيب قبل ما تطبخ بتضيع وقتك في التفكير، تفكر شو راح تطبخ، ويا ريت لليوم لبكرة أحب، هذا راح يصعد من الضغط والكوليسترول وراح يصير انسداد في الصمامات، وبعدين يا أما سكتة قلبية بعيد عنكم، وبعدين يصير لكم ديبريشن وما بعرف شو. حبيبي لا تفكر كثير، خلي كل يوم ليومه. أنا اليوم قاعد، بكرة شو راح أطبخ، شو راح أكل، وشو راح أوكل العائلة. اليوم أكلنا فلان طبخة، ما فيني أوكله نفس الطبخة، لازم أجيب غير شيء. فأبعد ساعة أفكر شو راح أطبخ، وورا ما فكرت راح أقوم الساعة 8 الصبح حتى أروح للشوبينج سنتر وبعمل المسواق وبأرجع من المسواق، وبعدين أنظف وأغسل وما بعرف شو، وأطبخ ساعتين ثلاثة على رجلي واقف في المطبخ، وطبخنا وبعدين حطينا على المائدة وأكلنا وقلنا يا سلام الأكلة جميلة جدا ولذيذة، تسلم إيديك زوجتي ولو كانت حتى بال يعني بس مشي يعني، ولو كان يمكن الأكل ما كان طيب بس لأنه زوجتك هي الحكومة ما فيك تقوم ضدها، فراح تقول الأكلة كانت لذيذة جدا. وبعدين بعد ساعة ساعتين جعت، جعت ثانية، كل هالساعات قضيتها بالتفكير والروحة وبالجية وبالطبخ وأكلت، وبعد ساعة بعد جعت مرة ثانية. حبيبي ليش ما تختصر طريق وخليك جايع كل النهار، مو أحسن لك؟ صدقني خليك جايع كل النهار، راح يكون عندك على الأقل 5 ساعات لحبيبك يسوع. لا عذر لك أيها الإنسان. الإنسان لما بيصوم بيكون عنده مجال حتى يقضي مع السيد المسيح. ولكن شيء واحد، لما الصوم هو انفصال واتصال، الصوم هو انفصال واتصال، ويا ريت لو كان عندنا مجال نحكي أكثر عن الصوم لأنه شيء رائع جدا. الصوم هو عبارة عن انفصال واتصال، أنفصل عن شيء وأتصل بشيء آخر. يعني لازم لما أنفصل عن طعام مادي جزداني أرضي، لازم ألتصق بطعام آخر يأخذ مكانة هذا الطعام المادي. لأنه إذا صمت وما صليت، إذا صمت وما قرأت الكتاب المقدس، صدقوني ما راح أقدر أصوم ولو ساعة واحدة. في ناس يقولوا ما فينا نصوم لأنك ما عم بتصلي وما عم تقرأ الكتاب المقدس، لأنه يوجد طعام روحي لازم يكون تبادل استبدال، ما فيك تفرغ نفسك من شيء وما تملي بشيء ثاني. فلما عم بتصوم من الطعام المادي عم بتفرغ بطنك من الطعام المادي، لازم تملي كل كيانك بالطعام الروحي الأبدي.
اللي هو كلمة الله الكتاب المقدس. لما تصوم وتنقطع عن الطعام اقرأ الكتاب المقدس واجلس تحت أقدام المسيح أو عند أقدام المسيح كيما يكون لك النصيب الصالح اللي ولا حد راح ياخذ منك. مثل ما قال لمرثا: مرثا مرثا أنت منهمكة ومشغولة بأمور كثيرة، عم تطبخ حضرة جنابة، أنت منهمكة ومشغولة بأمور كثيرة ولكن شيء واحد يطلب، وأختك مريم هو اللي اختارته. لقد اختارت مريم النصيب الصالح، جلوس عند قدمي المسيح هو النصيب الصالح. أحبائي، الصوم ما يخليك تفكر كثير بالأمور المادية الدنيوية، ولكن يعطيك المجال أن تقضي وقتك مع السيد المسيح. وهنا راح يشبعك السيد المسيح ولن تجوع أبدا، صدقوني. اسأل، في ناس مجربين. أنا قلت في البداية أن الصوم، من خلال الصوم فيك تقدر أن تعمل أشياء في حياتك أو تغير أشياء في حياتك، بس من خلال الصوم. مرة من الأيام أنا اختبرت هذا الشيء، هذا العبد الحقير اختبر هذا الشيء في يوم ما راح أنسى أبدا. كان في شخص كنت بدي أوصل، وهذا الشخص لا أعرف عنوانه ولا أعرف رقم تليفونه ولا أعرف كيف أوصل لهذا الشخص، بس أريد أحكي معه. أنا أعرف أنه هذا الشخص موجود بس ما أعرف ولا شيء عنه، عن حياته. فطلبت من السيد المسيح، طبعاً هذا الاعتراف لسبب واحد أنا عم قوله، يسامحني السيد المسيح إذا عم أقول أشياء يمكن ما لازم أقولها، ولكن أريدكم أنه يكون لكم فرد حافز أنه تعيشوا حياة الصوم. طلبت من السيد المسيح، له كل المجد، هذا كل لمجد اسمه القدوس، قلت للسيد المسيح: يسوعي الحبيب، أنا راح أصوم كل هذا النهار وما راح أكل ولا شيء، أريدك هذا الشخص تجيبه لحد بيتي. صدقوني، الساعة 8 بالليل دق الجرس، إجوا شخصين. واحد من الأشخاص كان هذا الشخص اللي كنت أنا عم ببحث عنه. هو جالس بالبيت عم بيحكي وأنا عم بحكي مع السيد المسيح، هو عم بيحكي عن أمور أرضية وأنا عم بحكي مع الرب عن أمور سماوية. أنا عيوني فيه وعقلي كله عند المسيح، هو عم بيقول لي هيك وهيك وهيك، وأنا عم بقول أشكرك يا رب عن جد أنك عجيب في كل أمورك وتدابيرك وطرقك، أشكرك لأنك قوي في كل شيء وقادر على كل شيء. مجرد يسوع ساعات قليلة، هذا العبد البطال صام لإلك تصنع هذه المعجزة. الإنسان اللي يقدر يمسك نفسه وبطنه ينقل جبال، صدقوني ينقل جبال. البابا كيرلس نظرة هيك الشيطان يرتعب، كلمة المفلوج يقف على رجليه. ليش؟ لأنه كان إنسان صلى وصوم، وكل القديسين عاشوا هاي الحياة. مار شربل كان بيروح لأيام وأسابيع طويلة صائم في قلايته على جبل، وكل أيامه كان بيقضيها في الصلاة مع السيد المسيح، جالس عند قدمي حبيبه يسوع النصيب الصالح. لذلك مار شربل حتى وهو في القبر يقيم الموتى ويشفي المرضى، حتى وهو في القبر جسده، الجسد البشري اللي دفن أخرج بعد سنين طويلة وصنع المعجزات. ليش؟ لأنه هذا الإنسان عاش للمسيح، هذا الإنسان قضى حياته للمسيح، في أصوامه وصلواته كانت كلها للمسيح. لذلك
كان هو مسيحا صغيرا على الأرض، لذلك صنع المعجزات، لأن المسيح هو الوحيد اللي يصنع المعجزات. وإذا تريد أن يكون المسيح في حياتك يعيش بقوة وبحضور يعني ملموس جدا جدا، الصوم والصلاة يجعلان المسيح حاضر بقوة في حياتك. صدقوني، ثلاث دروس نتعلم من صوم يونان النبي أو أهل نينوى: مخافة الله، طاعة الله، والتوبة أمام الله. مخافة الله تفكرنا وتذكرنا دائما بأن الله موجود، يعني ما راح، وين ما تكون الله موجود وبيشوف كل شيء. مخافة الله تذكرنا بحضور الله. طاعة الله ترشدنا في طريق الله. والتوبة أمام الله تجعلنا أن نكون متضعين كيما نمتلئ بروح الله، ونحصل على الحكمة الإلهية التي من خلالها نستطيع أن ندبر كل أمور حياتنا الأرضية. أحبائي، والصوم يرفعنا من الأرضيات إلى السماويات، من الماديات إلى الروحانيات، يجعلنا أناس كالملائكة على الأرض ممتلئين بروح الله القدوس. كلامه يكون طعامنا، ومن خلال هذا الصوم بهذه الطريقة نستطيع أن نقول للجبل أن ينتقل ويرمى في أعماق البحار. أي الشيطان أحبائي، لأنه بالصوم والصلاة أخذنا مكان الشيطان اللي هو كان يوم من الأيام ملاك في السماء، في سماء السماوات كلها. أحبائي، وإحنا هلا بعضنا صايمين، أعتقد الصوم الكبير، الصوم الكبير بدأ اليوم اللي صامه أيضا السيد المسيح. صدقوني، أنا ما كنت عارف إنه اليوم هو بداية الصوم الكبير، بس السيد المسيح يعني رتب الأمور. وشوفوا الصوم الكبير، الأحبائنا اللي صايمين، السيد المسيح يقبل هذا الصوم منكم ويلبي كل تضرعاتكم ونداءكم وصلواتكم وطلباتكم لاسمه القدوس، يعطيكم نية قلبكم ومطالبكم كلها تتلبى بشفاعة أمنا الحنونة البتول القديسة العذراء دائمية البتولية مريم تاج الرأس ونور العين، وكل القديسين وجميع الملائكة يكونون دائما محفوظين ومحميين باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الرب يرعاكم أحبائي ويحفظكم، بس دائما لا تخلوا أنه هذا الصوم الكبير يكون فقط هذه الفترة اللي تصومون فيها، ولكن اجعلوا حياتكم دائما تكون فيها أصوام بلا انقطاع. صوموا دائما حتى تتذكروا الناس اللي هلا في كثير ناس جوعانين ومتألمين في الشرق الأوسط، إذا كانوا في العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي مصر الحبيبة وفي كل بقعة من الشرق الأوسط الحبيب الغالي، وأي وفي كل مكان من هذا العالم، إذا كانوا في أفريقيا وآسيا وأوروبا، نصلي ونصوم كيما نتذكر الناس البعيدين عن الله، الناس اللي عم يولدوا في هذه الدنيا وهم جياع ويموتوا وهم جياع. كمان احنا نصوم ونذوق هذا الألم كيما نكون مشاركين في آلامهم وفي ضيقاتهم. أحبائي، شاركوا الناس بأصوامكم وبصلواتكم حتى السيد المسيح يحل بنعمته وبرحمته على المسكونة جمعاء، آمين. الرب يحميكم يحفظكم أحبائي، ونلقاكم إن شاء الله في المستقبل القريب جدا جدا، وبمحاضرة باللغة العربية مرة ثانية. صلوا لأجلي أنا الخاطئ حتى السيد المسيح يعطيني القوة والقدرة أن نكمل هذا المشوار ونكون مع بعضنا البعض باسمه وبكلمته الحية والمحية إلى الأبد، آمين. الرب يحميكم، وهلأ نطلب من الجميع أن نقف للصلاة الختامية، وأود أن أشارككم في هذه الصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
ارحمنا أيها الرب الإله، ارحمنا، لأنك أنت دائماً يسجد له ويمجد في السماء وعلى الأرض. أيها المسيح ربنا الصالح وطويل الأنات والمليء بالرحمة والمغافر، الذي يحب البار ويري المراحم لكل الخطاة والذين أولهم أنا، الذي لا يريد الموت للخطاة إلا التوبة والحياة، حيث ينادينا جميعاً للخلاص وبالوعد لكل الهبات التي تنتظرنا. يا رب اقبل صلواتنا في هذه الساعة وفي كل ساعة، أعطي السكينة لحياتنا وكن دليلنا للعمل بموجب وصاياك. قدس نفوسنا، طهر أجسادنا، صحح تفكيرنا، نقي عقولنا، اشفي أمراضنا، اصفح لخطايانا وخلصنا من كل ضيق وحزن شرير. أحطنا بملائكتك القديسين لنكون تحت رعايتهم ومحميين معهم، لنحصل على وحدة الإيمان ومعرفة مجدك الذي هو غير المرئي ودائم الأبدية، لأنك أنت الممجد إلى أبد الآبدين. آمين. الرب يحميكم ويكون معكم دائما وأبدا. آمين.